أهلا ومرحبا جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معاكم. حلقتنا اليوم ثقافة الهدايا، و يعني وقعها عند الآخر، والإحساس الجميل اللي بيصل للآخر لما تصلوا هدية بشكل مفاجئ وظريف. ونحن محاطين اليوم بالهدايا الجميلة من حب كانيات، معنا دكتورة شهد وهي مؤسسة وصاحبة فكرة حب كانيات. برحب بك مرة ثانية دكتورة. وقفنا احنا قبل الفاصل في موضوع الاسعار. ايوه فعلا. فانا متخيله انه في سعر معين انتم ما بتقدروا تنزلوا عنه، يعني عايز اعرف انا لو مثلا عندي مبلغ معين، زي مثلا عندك كم؟ يعني 700 جنيه 800، يلا قطها كده وجبتها. طيب. وانا عايزه ادي هديه لزوجي، امي، اختي، اي حاجه. عندنا مثلا هديه امبارح كان طالعه بمبلغ 850 جنيه. كان عباره عن صندوق عليه اسم المهدي اليها، وكان عليه ريحه وسلسله مفاتيح. هديه كانت انتوا بتجيبوا كل حاجه ولا انا بجيب كل حاجه بنجيبها؟ هي الفرق بين هدايانا عموما باقي الهدايا التقليديه انه احنا بنتعب عشان نعمل حاجه كستمايز. يعني زول لما توصل هديه، لا انا تعبت عملتها خصيصا عشانك، باسمك، بتاريخ ميلادك، بعيد زواجنا، بحاجه بتخصنا، بجمله انت بتحبها، بلقب احنا بنناديك به. فكده زول حيحتفظ بالحاجه وبيخاف عليها لانه دي حاجه فيه حاجه منه. يعني أيوة. ما زي ما انا جبت لك صندوق عادي ممكن يخرب، ولا انا جبت لك في كيس هدايا حيتقطع في كده. فدايما احنا حاجاتنا بنخطها فيها الهدايا ذاتها، دي تعتبر هديه انه زول بيحتفظ بها، بيستعملها، بيستخدمها عشان تكون كستمايز. فان انت لما تلقى حاجه بغض النظر عن سعرها وان هي معموله مخصوص لك، دي حاجه بالدنيا زي ما يقولوا. جميل. فكره تغليف الهدايا ده يعني شايفه ممتع بالنسبه لك حتى لو انت مرهقه وتعبانه؟ فعلا. يعني ورينا نموذج شكل لانه انت كيف بيتغلف الهديه، تخطي لها فكره كيف، وكل هديه مختلفه من الثانيه. طبعا لازم، هو لازم احنا ننوع، لانه زي ما قلتي الهدايا دي حاجه مستمره. يعني مثلا عيد الزواج بيجي كل سنه، عيد الميلاد بيجي كل سنه، فالزول السنه ذاتها فيها كذا مناسبة. فلازم كل مره نبتكر حاجه جديده عشان تكون ما مكرره. هسي ده مثلا كان من الحاجات اللي ابتكرناها انه صندوق مسمينه صندوق المفاجات. ودي هسي مثال كان طالع لزبون وطالع لزبون عيد ميلاد ال 21، فبنحط جواته 21 هديه. لا لا كده خلاص، دي كده كبيره خلاص. يعني بقدر عمر الميلاد انت تحط الصندوق تاخذي فيه هدايا. على فكره دي صغيره، احنا عندنا الزباين بيكونوا دايرين هدايا كبيره كل واحده بعمرها. الاسبوع اللي فات منزلين في الصفحه 29 هديه، ماشي برضه كانت لزبون. كانت في صندوق زي ده كده؟ لا لا لا، كانت هدايا. هدايا عباره عن هدايا. هدايا 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 كميه. فطوال الواحد يتمنى ان عمره بكل ما لاوي يكبر. بالضبط. يلا عشان كده دي فكره ذاتها مختلفه. يعني صحيح. على قولك كان اغلب التعليقات انه انا بس داير يكون عمري 50 عشان الهدايا تكون اكثر. فشكل التغليف واحد؟ لا ال 21 هديه. ايوه هسه دي مثلا دي اسمه صندوق المفاجات. الفهم انه زول توصله هديه وما فاهم فيها شنو، فبلقى جواته انه هو مليان كور، بفتش كل مره بتطلع له حاجه، بفتكر انه الهدايا انتهت، بفتش بلقى لسه ثاني في هديه. فعشان كده هي مختلفة وفيها حماس. لحد ما تقلب الصندوق في الآخر عشان تدق. في ناس بيقول إحنا ما عندنا طولة بال، بنقلب الصندوق ونفضي وانتهينا على كده. جميل. نشوف طيب واحد من النماذج فيه. ممكن أوريك مثلا هسي، يعني هسي ده هي بتحب الميك اب. جميل. دي علبة للميك اب. ده هسي برضو مثلا شوكولاتة. شوكولاتة وميك اب. هي كان طالب مخصوص إنه هي عايزة حاجات ميك اب. فمليناه كله لها ميك اب وشوكليت بس. الحاجه اللي هي عايزاها هو وراك، يعني هو أيوة. وضح لك ما هي بتحب. بالضبط. في ناس بيجوا بيكونوا عارفين اصلا الطرف الثاني بيحب شنو. فعلى هذا الاساس نحن بنشتغل. يعني في ناس بيجوا كنتك محتارين، قال انه موبايله بيفصل طوالي فعلا، فقمنا خلينا لها باور بانك. يعني اخذت تاريخ هي اصلا. بالضبط. ما احنا بنسال انه هي بتحتاج شنو. يعني مرات هو زول بيكون ما عامل حساب انه ممكن اهدي شنو، لكن هو قال يا الله هسه انا اقدر اسال، بسال منها من قبل وموبايلها فاصل. طب ليه ما نحطها باور بانك؟ فكره. يعني بتقعدي مع التيم اللي معاك وتفكري. بالضبط. والله الشكر كل التيم اللي معاي، سواء كان في المحل وسواء كان اونلاين، انه من دونه ما احنا ما كنا. ده كان ريحه عايز لي شنطتها فعلا، كان ريحه صابونه. هي الحاجات سلسل. احيانا دكتوره شادي، يعني الناس ممكن يشوفوا الكلام ده كده يشوفوا يعني دي الناس من عالم ثاني كده، ما نفس الواقع اللي احنا عايشينه. انت من خلال احتكاكك بكل الناس يعني بتشوفي شنو بتقولي شنو؟ لا، ثقافه الهدايا اختلفت تماما. ممكن الحاجه دي اقول لك كان فعلا زمان، لكن هسه الحاجه دي مختلفه تماما. يعني هسه بقى عادي. يعني بقى عادي، وبقى الناس بالعكس بتحاول كل مره تبدع. ليه؟ لانه بقت حاجه انه انت تلقى رده فعل مختلف، وزول بيشيل لك الامتنان بالطريقه دي. انا داير ابسطه باي طريقه كانت. اقرب مثال امبارح جاتنا في المحل ام
عيد ميلاد بنتها ومشت كان دكان جابت فستانين عشان تديه وهي لها هدية. قام جت مرة بالصدفة قالت لنا دشنا فهمناها فكرة الهدايا، اتبسطت جدا، عملت بورد كبير ايوه وجابت لها ساعة وغلفنا الهدية قالت دي بس شيلتها زي ما يقولوا. فيعني الثقافة انه زول لما يلقى حاجة غير بيجربها، ما بالعكس ما بيقول لا يعني. زي ما قلتي في اصحاب حتى في الجامعة عملوا شيرين كلهم كتير بيحصل كده فعلا للاصحاب عامة عندنا. جميل، دي كده نموذج للهدايا اللي قلتيها انت، زي بتاخدي فكرة عن الطرف الاخر هو بالزبط. بحب شنو عايز شنو والهدايا بتصلوا يعني هو اكثر حاجة هدية بيكون فيها جانب عملي انه الزول يستفيد منه، جانب معنوي، وجانب المعنوي ده بيتقسم برضه يعني نظام الورد الشوكليت الحاجات المعنوية، وجانب معنوي انه حاجة تقعد له زي الصندوق المكتوب عليه، زي حاجات يعني محفورة عليه زي التكايات زي كده. فكده اعتقد دي الكومباينيشن لهدية مثالية، معنوي وعملي. صحيح يعني صحيح جميل جدا. عشان الزمن بعدين ما يسرقنا برضو كل المتفاعلين في صفحتك. ايوه فعلا، في منهم حيكون فايز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هم في ثلاثة، اثنين عشوائي واحد الاكثر كومنت عليه ولايكات. فانا حديكي الاكثر كومنت ده عايز بحث كده. ايوه حنخليه ونرجع له ونحن لوحدنا. لكن العشوائي حخليكي انت. انت كنت طالبة تعليق شنو ولا بس تفاعل في ال احنا في عموما كل اسبوع او كل فترة بنعمل انه نعمل هدية. المرة دي عشان انه الناس يشوفوا يشوفوا الحلقة وكده ويشوفوا فكرة مختلفة، يعني حاجة لايف غير انه ما تكون في الصفحة، يشوفوا هدايانا لايف، فقلت لهم نعمل السحب اونلاين. جميل، يلا لحد ما تفتح الصفحة وتفتح البوست وكل الناس المتفاعلين في البوست يقعدوا كده قدام الشاشة وانتظروا ان شاء الله كل الناس بتمنوا يكونوا فايزين، مع انه الكومنتات كثيرة جدا 2000 يمكن او اكتر، وكلهم بيكونوا منتظرين هدايا وهدية من حب وكانيات، وان شاء الله كل الحب والالفه ما بين الناس وعن طريق الهدايا ان شاء الله كل الحبايب يتواصلوا. هتواصل معاكي لسه وحنختار الفايز ان شاء الله والفايزين الاثنين لحد ما تختاري الثالث لوحدك، حنمشي نهديك اللحن القادم بالضبط لكل الحلوه. وجهه لون المانجا اللي هي مثل السكر سكر، وجهه لون المانجا ماشي حزي القيمه، ماشي حزي القيمه، ماشي حزي الغيمة برق الجبل بالزيت. باهي يا همزة قديبور قطورة، باهي يا همزة قديبور قطورة. وتربلوا لحلاتا فعلينا نسيمة، دي تربلوا لحلاتا طويلة، المسيرة طويلة، المسيرة طويلة، رب تفقد الليل. باهي يا همزة قديم بور قطورة، آه يا همزة قديم بور قطورة. ألف الفريق حكا يا رب تم احلامها، الف الفريق حكامها يا رب تم احلامها، تتلى فوق الدار، تتلى فوق الدار، تتلى فوق الدار، تبقى برد زمان. باهي يا همزه قديم بور قطورو، عزينا حالي كلامة، السمحة فيها الشامة، عزينا حالي كلامة، قناها رايق زين، قناها رايق زين، قناها رايق زين، زي هدي اللحن. باهي يا همزة قديم بور قطورو، باهي يا همزة قديم بور قطورو. وجهها لون المانجا اللي هي مثل السكر سكر سكر، وجهها لون المانجا ماشي حزي القيمه،
همزة قديم بورو بورو آه يا همزة قديم بورو جديد. كل تحية المسائية للفنانة الجميلة شادين. ولسه متواصلين احنا مع هدايا حب وكانيات، ثقافة الهدايا وتقبلها ووقعها ايضا عند الاخر، والاحساس الجميل اللي بيصل عند الاخر وجاياه هدية بشكل مفاجئ وهو ما عرفه جاياه من منو، وطريقة التوصيل نفسها والتعامل بعد كده ممكن يحصل ما بين الشخص البهدي والشخص ايضا اللي وصلت لهم الهدية. وفي هدية حتصل لكل المتفاعلين بصفحة حب وكانية. دكتورة شاهدة مرحبا بك مرة ثانية. أهلا بك. نختار أنا حخلي شرف الاختيار لك أنت. اختاري لنا اثنين فائزين. واحد ولا اثنين؟ اثنين عشوائيا. طيب. ممكن تراجع كومنتات كثيرة زي ما يقع صباعك على هم. طبعا المتفاعلين كتار خالص. أنا همشي لحد عشان ما اكون طبعا، لانه الحكايه كلها لا والله نصيبك جه كده القاضي اللي جيت في خلاص هنعمل سكرين شوت عشان نتواصل معاها. وممكن ثاني دي آلاء الفايزه الاولى، ممكن تتواصل معنا عن طريق الصفحه، بنجهز لها هديتها عشان تجي تستلمها طوالا. دبدوب مي الامين الشريف. شكل الدبدوب عجب الناس. خلاص تمام. مي الاثنين تواصلوا معنا عن طريق الصفحه، حيجي يستلم بنوتات معنا. هي مفتوحه فيها شباب، ممكن مشغولين وما فاضي. عندنا السحب اللي قبل الفات كان فاز فيه شعب، وجانا المحل اختار هديه على مزاجه وظبطنا له. وكان جميل احسن فعلا. تعرف الطرف الاخر هو بحب شنو بالضبط، وتكون الهديه له. اتطورت الفكره من 2014 من زمن الجامعه، 2014 و2017 و2018 لحد الان. فكرتك شنو لقدام تعملي؟ عايز اعمل اكيد فروع ثانيه سواء داخل السودان وان شاء الله خارج السودان، لانه الفكره زي ما قلت لك هي انه كستمايز مختلفه غير اي نعم. في محلات برا بتكون بتاعت هدايا، لكن بس فكره انه الحاجه تكون معموله ومحفوره باسمك.
في نفس الوقت دايرة أكبر المحل لأنه الخيارات بتاعتنا كتيرة شديد ومحلنا صغير عليها، فنفسي أوسع وأعمل سيكشنز، ده سيكشن الدلع وده سيكشن كده وده سيكشن كده، فنفسي في مول يكون بس للهدايا زي ما يقولوا. يا سلام، ده حتنشري ثقافة الهدايا بصورة أوسع كده. من جد زول كده ما بتعب كل الحاجات، هسه إحنا عشان تجيب هدية تظبطها كنت بتمشي وتلف مليون محل. صح، فاكيد انه تلقى كل الحاجات في محل واحد. زول بيحتار نفسه انه هو يهدي شنو، لكن انتم بتساعدوه في فكره الاختيار. ايفن عاملين كتالوج في المحل على اساس انه جاهز الزول بيقلب، وفي الصفحه برضه في لسته بتاعت خيارات على اساس انه الزول يفكر. جميل. الهدايا تقريبا يوميا كده، انا سالتك من الفئه طلعوا الرجال ممكن حاليا بقوا اكثر كده. الاعداد يعني هل في ناس كثير مؤمنه فكره الهدايا كثير جدا الهدايا؟ والله يعني احس الليله الفتره الصباحيه بس كان هدايا دوام، كان 20 هديه بتاع الدوام طالعه. بعدك الفتره الواحد يدوم دي لازم نوضحها، اللي هي دي الهديه اللي ماشيه للزول اثناء ما هو في العمل في الشغل. في الشغل فتره بنعمل هدايا فطور، يجيك فجاه فطور في الشغل، فجاه بنعمل هدايا. هدايا بتعمل يشوف الفطور يعني بتخطوا اكل مغلف يعني بالضبط. بتكون حاجات اغلبها بيحبها مغلفه جاهزه في صندوقنا، في حاجه بتاعتنا معاها ورد معاها كرت ظريف، الزول يفطر. الاكثر انتشرت الفتره اللي كان قبل ما نوقف هدايا الدوام لانه بقت كثيره، كان انه جروب يعني اكل كميه على اساس انه الناس التيم اللي معاه في المكتب كلهم يفطروا. ايوه، بس الايام دي الضغط بتاع الهدايا عالي شديد، وطبعا هدايا الفطور عايز لها وقت معين فمؤجلنا لما نوسع. بالطبخ وفي حكايه يعني بتكون. ايوه بالضبط، وفي حاجات بنجيبها جاهزه من السوبر ماركت، نزل في ناس بيحبوا الكورن فليكس، في ناس بيحبوا كده، فبنجيب حاجات جاهزه يعني. كل فترة بيكون في موسم لهدايا بشكل معين. بالضبط، هسي قبل فترة كان في المولد، كنا حايمين بعروسات المولد حلاوة المولد. حاليا هدايا الشتاء، بعد ذاك عندنا رأس السنة برضو بيعتبر لنا موسم بيكون يعني سبحان الله بقت ثقافة الهدايا الناس بتختار وقت عشان تهدي يعني. فبقى رأس السنة برضو الموسم، بعد ذاك عند الاستقلال في ناس بيهدوا برضو. ظريف. بعد ذاك طبعا الفالنتاين، ده بيكون في ضغط بتاع شغل جدا جدا. عيد الام ما شاء الله. عيد الام برضو. ايوه فعلا. احنا كنا فاكرين انه الفئه النسائيه حتركز مع الام، لكن فعلا الرجاليه برضو اكثر بتركز جدا. رمضان موسم حلو شديد، عندنا سحور برضو بتاع رمضان. شنو الهدايا بتكون في رمضان يعني؟ في رمضان عندنا الفوانيس، جرادين المكسرات، الفواكه المجففه، المفارش بتاعت رمضان، حاجات رمضان عموما. وبالفترة المسائية بنطلع سحور عديل، بتطلع الساعة 1 صباحا 2 صباحا يجيك سحورك لما عندك. والله ما شاء الله، يعني الناس بتبدع كمان في التفكير. أيوة، في شكل الهدايا. هو لازم، لأنه على قولك المناسبات كثيرة فلازم يكون في تجديد تغيير. الهدايا شرط يعني إنه يكون الناس شوية في سوء تفاهم مثلا عايزين يصلحوا بهدية، ولا بتلقي العلاقات هي طيبه وبرضه الناس عايزه تهدي بعض؟ والله الاثنين. زي اقرب مثال، امبارح جانا زبون عايز هديه شتاء، قمنا قلنا له اوكي، قام قال ممكن تحطوا لي صندوق فاضي بس. قلت له اوكي، لكن الشمال حرقني. الصندوق الفاضي الصغير ده عايز تحط فيه شنو؟ قال لي مفتاح. قلت له مفتاح شنو؟ قال لي مفتاح عربيه. يا سلام. قلت له طب في مناسبه يعني ولا الحنك شنو؟ انا لازم اتشمشر للاخر. قال لي لا والله بس هي زعلانه مني وما حتتراضى لي الا بهديه كبيره كده وانا حراضيها بالعربي. دي دعوه لكل النساء انهم يختلفوا مع زواجهم. بالضبط كده. انا هسه شخصيا ماشي عسى ولعل تجي هدايا بصندوق صغير يعني. مش بالضبط كده. فدي بتخليه بيكون الدافع اكبر للشخص اللي عايز يدي هديه في انه يراضي الطرف الاخر، والطرف الثاني هو ضامن انه حيقبل حيقبل وحيرضى، وهو في نفس الوقت عايز اوريه قيمته شنو يعني. هي على قولك القيمه ما ماديه، كفايه انه انا تذكرتك او اجتهدت عشانك، فدي بالدنيا زي ما يقول. انه انا عايز اراضيك. افكارك ثاني شوفي انه غير انك تكبري المحل، غير على المستوى الانساني برضه يعني. والله احنا بنحاول قدر الامكان، والموضوع ده احنا ما بنشكره كثير، لكن بنحاول قدر الامكان انه عندنا جوانب اخرى بنحاول نهدي، وزي ما يقولوا من نواحي انسانيه يعني. والموضوع اللي بنعمله ده ما بيكون ريليتد بحب وكانيات، فلكن احنا عايزين نفرح ناس اصلا ممكن بتكون ما بتجيب هدايا، ولا عندنا في ناس بيعرفوه مش بتجيب هدايا. فبنحاول ما نسيتوا الفئه دي يعني. لا المستحيل طبعا. دي الفئه ذاتها اللي بتخلي انه انت شغلك يكبر، وانه انت بتكوني مبسوطه ذاته انه انت بتعملي في حاجه في الدنيا دي. دي الحاجه اللي حتنفعك في الاخره. جميل. طب الاسنان وشغلك وعملك ودراستك السنوات الطويله دي ما اثر عليها عملك هو في الهدايا؟ هو في فتره شبه اثر، لكن بس عشان كان عندي بيبي صغيره يعني. لكن ناس البيت ما حيخلوني اصلا انه هو ياثر زي ما يقولوا، فهسي اهو رجعنا شويه شويه قاعده ارجع للمجال ده، فعايز احاول اوازن بيناتهم الاثنين.
بتهديها البنبونه ولسه صغيرونه خالص؟ طبعا لازم نجرب. كل ما اجيب لها هديه بتقول لي دي من بابا. يعني بجرب اخبطها هي وبابا. الا تسوقيها المحل وتوقعي لها الكلام. هي بتحب تروح معاي وبتحب تطبز وتقول لي هدايا، يعني هي استعمل لوحدها. يعني ان شاء الله ربنا يحفظها ان شاء الله ويفرغك كمان دكتوره شهد. شرفتينا كثير. مبسوطه والله. ان شاء الله دائما نسمع عنك كله خير، وان شاء الله نلاقيك في سنوات قادمه ونلاقيكي في الاعياد والمناسبات ان شاء الله دائما. وانتي بتزرعي وتوزعي الفرح والابتسامه. الله يديك العافيه. الله شكرا لك كثير. الله يخليك. نشكر ايضا مشاهدينا في كل مكان تابعونا في حلقتنا اليوم، وثقافه الهدايا ووقعها الجميل على الاخر. لحد ما الاقيكم في حلقه جديده في امان الله.